هنا مصرف ليبيا المركزي، ما يسمى بصانع سيادة القرار المالي، إلا أن الليبيين أصبحوا على دراية كاملة بالذي يحصل ما بين أروقته، وأن قوت الليبيين أصبح مصادر تمويل لجماعات إرهابية بعينها. هذه لم تصبح رواية بل حتمية، وأكل عليها الدهر وشرب، إلا أن هذه المنابع لم تجفف ولم تشهد انتكاسا منذ استعادة الجيش الوطني للموانئ والحقول النفطية في خليج سرت، وكذا سيطرة القوات المسلحة على الموارد الرسمية في البلاد. منذ تعثره مؤقتا خلال سنة 2011 لم يشهد قطاع صناعة النفط الليبي ازدهارا واستقرارا كالذي يشهده طيلة العام الجاري وأعوام سيطرة الجيش عليه. أنعش خزينة الدولة وإن كان دون تأثير ملموس حقيقي على المعيشة، وذلك منذ استعادة الجيش لغالبية المرافق النفطية من قبضة الإرهاب الذي يمارس الإرهاب والابتزاز لأجل المرتبات وجباية الأتوات. الجيش حافظ كذلك على المسار الرسمي الذي يتخذه النفط بشهادة العالم أجمع، ودلالة على ذلك كان آخرها افتتاح البولي إثيرين الذي أغلق منذ 8 سنوات خلت. ففي التقارير الأخيرة كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن حجم الإيرادات المالية من قطاع النفط والقطاعات السيادية الأخرى كالضرائب والجمارك والاتصالات، والتي تعود إيراداتها لخزانة الدولة خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي. بيّن المصرف أن حجم الإيرادات الفعلية بلغ 35.101 مليار، فيما بلغ حجم الإنفاق الفعلي 29.266 مليار، وبفائض بلغ 5.835 مليار. أوضحت التقارير أيضاً أن إيرادات قطاع النفط بلغت 22 مليار، فيما بلغت إيرادات الضرائب 685 مليون، والجمارك 224 مليوناً، والاتصالات 201 مليون، وأرباح المصرف المركزي بلغت 125 مليوناً، وبيع المحروقات في السوق المحلية بلغ 125 مليوناً، ورسوم الخدمات وإيرادات أخرى 463 مليوناً، فيما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 16.942 مليار، وبيّن أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 17.146 مليار دولار، منها مبلغ 12 مليار لتغذية الحسابات التجارية بالمصارف، و 4 مليار دولار تحويلات مالية للدولة، و 505 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة. قالت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يعزى إلى استقرار النفط، إضافة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر العام الماضي إلى الشهر الجاري، والتي تم استلامها وتسبيتها ضمن حسابات الجارية، متجاهلة دور الجيش في تثبيت حالة الأمن والأمان وتأمين الموظفين والمرافق النفطية. لقناة ليبيا الحدث، أحمد الطيب.